الحكومة تعلن البدء الفوري في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية. برعاية مصرية قطرية، القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين أبرز محاور المناقشات. المدعي العام للجنائية الدولية يبدي قلقه إزاء المشاهد الواردة من غزة، والأمم المتحدة تعتبر تدمير إسرائيل مباني لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة. وثمن مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمة والتحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية. في سياق آخر، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارا من الأول من مارس المقبل، وتتضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. كما وجه الرئيس السيسي بتكبير صرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وشملت الحزمة زيادة في المعاشات بنسبة 15% لنحو 13 مليون مواطن. الانحياز للمواطن هو العنوان الأبرز للقرارات التاريخية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية على الإطلاق. حزمة الحماية الاجتماعية التاريخية تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطن بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية. توجيهات القيادة السياسية جاءت من واقع إدراك القيادة لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل التحديات العالمية التي انعكست على مصر من موجات التضخم. ردود الفعل من الجهاز التشريعي والنخب السياسية جاءت مرحبة بحزمة الحماية في سياقات التوقيت والحجم الضخم، فالعائلة المصرية خاصة من محدود ومتوسط الدخل على بعد أيام من شهر رمضان المبارك، كما أن قرارات الحماية الاجتماعية تأتي في وقت تعاني فيه أغلب دول العالم من ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص المواد والأزمات والصراعات الدولية. وصفت قرارات الرئيس السيسي بأنها طوق النجاة للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث إن القرارات جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة وأنها تشمل زيادة معاش، تكافل وكرامة، مما يؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط وحرصه على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. اتحاد عمال مصر من جانبه ثمن قرارات الرئيس السيسي وقال إنها تساهم في تخفيف أعباء الحياة لعمال مصر،
مؤكدا أن الدولة المصرية تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطن. قرارات الرئيس السيسي تأتي بحزمة حماية اجتماعية عاجلة انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية. هذا وأشاد المواطنون في المحافظات بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس يعني نشكره شكر كبير جدا على القرارات المهمة اللي خدها بزيادة العاملين بالدولة، وهي زيادة بإذن الله هتريح الناس كلها وهتخلي الشعب كله يعني في انفراجة، يعني هتعمل انفراجة للشعب بإذن واحد أحد. المواطن المصري بالأمس شعر بالفرح والاطمئنان على أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به المواطن من متغيرات في الأسعار، والحزمة التي صدر بها قرارات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر عن أن السيد الرئيس يشعر ما يحتاجه المواطن وما يخفف عنه الأعباء. أنا بشكر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الحزمة الاقتصادية اللي تقريبا كده يعني جاية في وقتها بالضبط، دعما لكل الشعب والعاملين بالحكومة القطاع الخاص، إن هو يعبر إنه شاعر فعلا على الأزمة اللي بتعرض لها الناس من غلاء معيشة وارتفاع أسعار. القرارات دي إن شاء الله يكون لها مردود على الشارع المصري وعلى المواطن المصري. فعلا ده حسينا إن الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ إن ياخد قرارات جريئة وهتدعم المواطن وحاسس بحال الناس. يعني الحزمة اللي يعني نزلت الرئيس كانت هدفها الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء زيادة المرتبات الحد الأدنى وصل ل6000 جنيه، المعاشات الزيادة 15% سواء معاش تكافل وكرامة والمعاش للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص. الحزمة الاجتماعية الجديدة 180 مليار، طبعا يعني دي حاجة كله منتظرها ومفاجأة جميلة جدا في بداية السنة، وان هو زود 15% للمعاشات و15% لمعاش تكافل وكرامه، وكمان زود 6000 جنيه الحد الادنى للاجور، وان الدرجات الماليه هتزيد من 1000 ل 1200 جنيه كل حسب الدرجه الماليه بتاعته. رغم الازمه الاقتصاديه العالميه اللي متاثره بيها مصر الفتره اللي فاتت، الا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهتم ان هو يصدر حزمه تدعم محدودي الدخل، وهي حزمه غير مسبوقه
يعني زيادة كبيرة بحد أدنى 6000 جنيه للأجور، وزيادة من 1000 ل 1200 في الدرجات المالية المختلفة، وزيادة المعلمين رواتبهم بنسبة محترمة وجميع القطاعات، وزيادة كمان ما انساش المعاشات لما زود 15% لعدد كبير من المواطنين معاشات 13 مليون. أحب أوجه شكر لسيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعته المستمرة والدقيقة للوضع الاقتصادي في مصر، وطبعا متابعة التضخم والحالة الاقتصادية للشعب المصري، ودي طبعا كانت انطلاقة لأكبر حزمة اجتماعية في تاريخ الحياة الوظيفية لجميع العاملين على المستوى الجهاز الإداري بالدولة، سواء جهاز إداري أو هيئات عامة أو اقتصادية. وجه الرئيس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقيام جميع الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف الملفات مع الوزارات المعنية بهدف تفعيل التوصيات التي حدث توافق بشأنها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن. كما كلف مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، موجها بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحفل الوطني. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي. أشار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود لتلك المشروعات. وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل عقب انتهاء المفاوضات مع المستثمرين، مؤكدا أن المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة وتحقيق نقلة نوعية. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، حيث تابع التحضيرات اللازمة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته 12 خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل. وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية للأشهر المقبلة التي تسبق انعقاد المنتدى الحضري العالمي وما تتضمنه من أمور تتعلق بعدد الدعوات التي سيتم توجيهها لرؤساء الدول والحكومات. كما وجه مدبولي بعقد اجتماع عاجل بمجلس الوزراء لمناقشة الموضوعات التي تم طرحها خلال اجتماع اليوم، مشيرا إلى أن المنسق الوطني للمنتدى الحضري العام سيتم اختياره في غضون فترة قصيرة. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر عددا من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة، واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي لعدد من المنظومات التدريبية التي تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة. عقبها المرور على معرض منظومات ووسائل الرماية التي تم تطويرها محليا داخل القوات المسلحة. كما شهد الفريق أسامة عسكر بيان تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية داخل أحد ميادين الرماية الإلكترونية المطورة، والتي عكست أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لأفراد قوات الصاعقة. وناقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ إجراءات الرماية والاستفادة من الوسائل التدريبية الحديثة. استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وزير الخارجية سامح شكري بمقر الرئاسة القبرصية. وخلال اللقاء أكد الوزير شكري تطلع مصر للمزيد من مجالات التعاون المشترك والعمل سويا لتطوير أوجه التعاون القائم بما يجعل منه نموذجا يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة. ومن جانبه أكد الرئيس خريستودوليدس حرص بلاده على تعزيز علاقات الراسخة مع مصر ومواصلة تفعيل وتعزيز مختلف أطر التعاون التي تجمع البلدين. تم
ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره القبرصي كوناستينينوس كومبوس جلسة مباحثات ثنائية وموسعة بحضور وفدي البلدين في نيقوسيا. وخلال المباحثات اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص. وتطرقت المناقشة إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص الجانبين على زيادة التعاون البناء بين مصر وقبرص وتعزيز العمل من خلال المنظمات الإقليمية المشتركة وزيادة الدعم المتبادل بين البلدين. كما شدد شكري على تطلع مصر وقبرص لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين. أكدنا على التعاون البناء بين مصر وقبرص فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية، وكذلك العمل في إطار المنظمات الدولية بناء على قيمنا المشتركة والتزامنا المشترك بالقواعد الدولية. ولقد ناقشنا كذلك التعاون الاقتصادي والهجرة والدعم المتبادل للبلدين بما في ذلك أمور أخرى ذات مصلحة مشتركة. ولقد أعدنا التأكيد عن رضائنا عن التقدم في تعاوننا على المستوى الثنائي، ونحن نعمل لتعزيز هذا التعاون بين البلدين في كل القطاعات خاصة الطاقة بما في ذلك الغاز والنفط والكهرباء، وفي مجال التجارة والاستثمار ومجال المصائد السمكية والطاقة المتجددة والزراعة. واتفقنا كذلك على وجود مجلس للأعمال المشترك كمتابعة للنقاشات التي أجراها الرئيس في مصر في أبريل الماضي. ولقد ألقينا الضوء على أهمية عقد الجلسة ثانية من المفوضية الوزارية رفيعة المستوى لتحقيق الاتفاق بين الرئيسين. ونتطلع لتوقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم لكي تهدف إلى حماية مصلحة الشعبين. كانت فرصة رائعة كذلك لمناقشة التعاون الثلاثي مع اليونان بعد زيارة وزير الشؤون الخارجية اليوناني لمصر مؤخرا. واتفقنا على انتهاء من التحضيرات لهذا الاجتماع من خلال الآلية الثلاثية التي سوف تستضيفها مصر قريبا. كما شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن الوضع المتدهور في المنطقة تصدر مباحثاته مع الجانب القبرصي، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار أكد شكري أن مصر تعمل مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار وإجبار المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. مصر تعمل مع كل الأطراف وأصحاب المصلحة لتحقيق وقف إطلاق النار، وتدعو كذلك المجتمع الدولي لإظهار مسؤوليته في هذا الصدد، وكذلك زيادة الضغط من أجل السماح بتيسير الدخول السلس والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير الذي تم تبنيه 2027، والذي يدعو إلى وجود آلية في غزة بغرض تقديم أحجام كبيرة من المساعدة. ومصر كذلك تحث المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة على أن توسع دعمها لعمل المنظمات الإنسانية الدولية وخاصة أونروا، وهي دورها غير قابل للتغيير في غزة. ولذلك يجب أن نقدم الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة، ولكن كذلك في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية. لذا نحن نؤمن بأن دور أونروا دور لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يجب أن نوقفه بسبب أي إجراءات سيئة من قبل البعض، فهذا لا يجب أن يؤدي إلى القفز إلى استنتاجات وإعاقة أونروا هذه المنظمة الإنسانية الدولية من تقديم مساعداتها.
تستضيف القاهرة اليوم جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة. تشمل الجولة الجديدة الحديث عن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. هذا وقد أكد قيادي في حركة حماس أن وفد الحركة سيزور القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار مع المسؤولين المصريين والقطريين. أكد البيت الأبيض أن المفاوضات مستمرة بشأن إطلاق سراح المحتجزين وإنجاز اتفاق هدنة في غزة، مؤكدا أن واشنطن لن تدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية كبيرة في رفح. يأتي ذلك فيما يواصل مختلف الوسطاء جهودهم لبحث المقترحات المقدمة من الجانبين بغرض الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس ويتسبب يوميا في سقوط المئات من الضحايا المدنيين، تتضافر مختلف الجهود السياسية للوسطاء الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. الجولة الأحدث لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط حملت في طياتها إشارات بأن آمال تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار ما زالت قائمة، وذلك على الرغم من تحفظه على بعض النقاط التي طرحتها حركة حماس في مقترحها للاتفاق. خلال وجوده في تل أبيب قال بلينكين إن واشنطن ترى مساحة لمواصلة المفاوضات لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، وتقترح حماس وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أشهر ونصف يتم خلالها إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع والتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب، وهو المقترح الذي من المرتقب بحثه خلال اجتماعات في القاهرة لمسؤولين من مصر وقطر مع وفد من حماس بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. مقترحات حماس قابلتها محاولات للمراوغة السياسية الإسرائيلية ربما لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، إذ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترحات وجدد تعهده بتدمير حماس، مؤكدا أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى القضاء عليها، ولافتا إلى أن الرضوخ لمطالب حماس لن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين وسيقود لأحداث أخرى مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر على حد قوله. أبدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قلقه البالغ إزاء الصور والمشاهد الواردة من قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس بريس أكد خان اطلاع المحكمة بتحقيق النشط بشأن ما يحدث من انتهاكات في غزة، مشيرا إلى محاولة المحكمة الجنائية الدولية جمع الأدلة اللازمة قبل التحرك بمجرد بلوغ الأدلة المستوى المناسب وفقا لما يقرره قضاة المحكمة. هذا وقد اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تارك أن تدمير المباني بشكل ممنهج، والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب. وقال تورك إن التدمير الواسع النطاق للممتلكات والذي لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب. غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. اخرج فلسطين.
وعن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية في القطاع ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 27,840 شهيداً و 67,317 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. وفي تقرير يومي، أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال 15 مجزرة بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن استشهاد 130 وإصابة 170 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت السلطات الصحية أن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 300 كادر طبي و450 جريحا و10,000 نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع وسط نقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن حياة الجرحى في مستشفى الأمل التابع لها في خطر كبير جراء نقص ونفاذ للأكسجين بشكل كامل منذ أيام وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء العملية الجراحية لهم. أكدت الجمعية أن مخزون الوقود في مستشفى الأمل ينفد خلال 4 أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الأكسجين والمستلزمات الطبية والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى. تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة محور خان يونس. هذا وقد أعلنت حركة حماس أنها تمكنت منذ 7 أكتوبر الماضي من إعطاب وتدمير أكثر من 1,108 من الأليات العسكرية من خلال قذيفة الياسين 105 ومنها 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة وثلاث حفارات و14 عربية جيب، حيث أكدت حماس أن القذيفة التي لم يتجاوز سعرها 500 دولار قادرة على تدمير دبابة ميركافا الإسرائيلية التي يتجاوز سعرها 6 ملايين دولار. وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد شاب فلسطيني من بلدة كفر عين شمال غربي رام الله متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين من قوة الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للبلدة. وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 386 شهيدة. يأتي ذلك فيما أصيب شاب بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه عند حاجز دير شرف في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وحول التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين في شمال إسرائيل. وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الإصابات بصفوف الجيش جاءت إثر استهداف حزب الله قاعدة بيرنايت العسكرية في مستوطنة كريات شمونة. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري ونتابع فيها. على وقع الهجمة الأمريكية على العراق، بغداد تتهم التحالف الدولي بجرها لدائرة الصراع الإقليمي. أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربتين في اليمن استهدفتا صاروخ كروز مضادين للسفن. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الصاروخين تابعان لقوات الحوثي وكان جاهزين للإطلاق على سفن في البحر الأحمر.
هذا وقد غادرت فرقاطة للبحرية الألمانية اليوم في اتجاه البحر الأحمر بهدف تأمين الملاحة البحرية والمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية. وأوضح مصدر عسكري ألماني أن الفرقاطة هايسن التي أبحرت من ميناء بولاية ساكسونيا السفلى يتألف طاقمها من 240 شخصا وستكون في حال تأهب دائم، مشيرا إلى أن الفرقاطة تستطيع التعامل مع هجمات محتملة بصواريخ ومسيرات وزوارق انتحارية يتم التحكم فيها عن بعد من الفرقاطة، وهي مكلفة بناء على تفويض من الاتحاد الأوروبي بمرافقة السفن التجارية واعتراض أي صواريخ تدنو منها، منوها إلى أن مهمتها قد تستغرق أبريل القادم. قال المتحدث باسم الجيش العراقي إن العراق والولايات المتحدة سوف يستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن يوم 11 من فبراير الجاري. واتهمت الحكومة العراقية التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بأنه تحول إلى عامل لعدم الاستقرار في العراق، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي أدت إلى مقتل قيادي في كتائب حزب الله. وقال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن الضربات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، مشيرا إلى أن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء مهمة التحالف الذي تحول إلى عامل لعدم الاستقرار في العراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي. تفقد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان المواقع الأمامية للجيش بمنطقة أم درمان، وتلقى البرهان تقريرا عن سير العمليات العسكرية، كما تفقد بعض المواقع والتقى جنود الجيش السوداني. أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع سيكون على الأرجح في سويسرا لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية. وتشهد الولايات السودانية قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات للسلام حتى الآن. في بارقة أمل قد ترسم ابتسامة ارتياح على وجوه 25 مليون سوداني يعانون من المجاعة ونقص الغذاء، أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع اتفقا على عقد اجتماع سيكون على الأرجح في سويسرا لبحث مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين. وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 4 مليارات و100 مليون دولار للاستجابة في بداية العام لتلبية الاحتياجات الإنسانية لدى شعب السودان، حيث قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن النقص في وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين السودانيين فادح، ومن الضروري الإسراع في إنقاذ الملايين من الشعب السوداني قبل أن تفترسهم أنياب الجوع. وعلى مدى أشهر اتسعت رقعة العمليات العسكرية لتمتد إلى ولاية الجزيرة التي كانت تعتبر سلة غذاء البلاد، وهو ما أثر على مخزونات الغذاء، فبات الجوع لا يستثني أحدا من السكان، بحيث يواجه نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد أزمة حادة. وأصبح نحو 75% من المرافق الصحية في الولايات السودانية التي يطالها النزاع خارجة عن الخدمة، فضلا عن تفشي أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا. وتسبب العنف في فرار أكثر من 1,500,000 شخص ولجوئهم إلى مصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان. لقي 13 مهاجرا سودانيا حتفهم وتواصل البحث عن 27 مفقودا قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم،
على ما أفاد متحدث قضائي بوكالة فرانس بريس. وصرح المتحدث باسم المحكمة بأن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل محافظة صفاقس، وتم إنقاذ مهاجرين، وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا. ألقت السلطات التركية القبض على 147 شخصا للاشتباه في صلتهم بعمليات لتنظيم داعش الإرهابي في 33 ولاية. وقال وزير الداخلية التركي علي يارلي قايا إن الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد أن قتل مسلحان تابعان للتنظيم الإرهابي مواطنا تركيا عند كنيسة سانت ماريا الكاثوليكية الإيطالية في اسطنبول، موضحا أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه في اشتراكهم في الهجوم. عين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الجنرال ألكسندر سيرسكي الذي كان قائدا للقوات البرية قائدا جديدا للجيش خلفا لفاليري زالوغني. ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الأوكراني روستوم عمروف إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري من منصبه بعدما قاد قوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قبل نحو عامين. هذا وقد طلب زيلنسكي من زالوغني البقاء ضمن فريقه. فاز إلهام علييف بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان بحصوله على أكثر من 90% من الأصوات. وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظهر باناخوف إن نسبة التصويت في المشاركة بلغت 67.7% من الناخبين، وفور صدور النتيجة نزل الآلاف من أنصاره إلى شوارع العاصمة باكو للاحتفال بفوزه. أعلنت قوات موشاة البحرية الأوكرانية الجنوبية عن بدء تدريبات مشتركة منتظمة مع نظيرتها الأمريكية في مدينة ساحلية بجنوب شرق البلاد لتحسين القدرات القتالية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن التدريبات مدتها 3 أسابيع بمشاركة حوالي 400 من قوات موشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية كجزء من برنامج التدريبات البحرية الكورية لموشاة البحرية الأمريكية. يحشد الجانبان مختلف المعدات والأصول العسكرية للتدريبات بما في ذلك المركبات الهجومية البرمائية والمركبات الجوية غير المأهولة. نظمت الهيئة الإنجيلية لصغار المزارعين ندوة بالمنوفية ضمن مبادرة ازرع في إطار فعاليات التحالف الوطني. وتقدم المبادرة حزمة من المساعدات بهدف اتباع المزارعين أفضل الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح الذي يعد أهم محصول استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي. مبادرة ازرع بتهدف طبعا للتوسع في زراعة القمح اللي هو المحصول الاستراتيجي الاول لمصر، وبتساعد الفلاح ان هو يتوسع في الزراعة سواء على المستوى الافقي بزيادة المساحات المزروعة او على المستوى الرأسي بزيادة انتاجية الفدان بتاعه، وده بيحقق امن غذائي لمصر وفي نفس الوقت بيحقق زيادة دخل للمزارع نفسه. اهمية المبادرة النهاردة هي بتوفر البذور للتقاوي. طبعا كل الفلاحين او صغار الفلاحين عندهم مشكلة تكاليف والعائد في نفس الوقت، لانه هو اصلا يعتبر دخله الوحيد هو الزراعه، ما عندوش دخل تاني. فعشان يقدر يزرع مساحه مثلا كبيره في القمح سواء كان فدان او نص فدان او على حسب المساحه بتاعته، فبيقابل مشاكل كبيره جدا في توفير الدعم المالي. فاحنا هنا انطلقنا من المبادره بتوفير البذور دي او التقاوي دي بنص الثمن عشان نقدر نوفر عليه عشان يقدر يزرع مساحه اكبر. اهم شيء طبعا التخفيض ده، ان احنا اول ما سمعنا بموضوع الهيئه الانجليزيه والتخفيض انا اول واحد والله فعلا ساعدت وجبت فعلا، هي كانت تقريبا ب 500 وشويه، احنا خدنا 250 حاجه زي كده يعني الغله، يعني خدناها فعلا بسعر مخفض
ونأمل ان ده يستمر ان شاء الله وتزداد باذن الله يعني ان شاء الله. فرصة جميلة برضك ان ايه تحفز الفلاح ان هو يزرع قمح ويزود مساحات القمح، يشجع كنوع من التشجيع المعنوي حتى للمزارع. اللي شجعني اجي عشان بضرب نفسي كل حاجه لما بنطلب طلبات بتنفذها. يعني احنا بنطرح مشاكلنا والمضرب بتنفذها. الفلاح في امس الحاجه الى ان احنا نرشده ونديله التقاوي بنص الثمن ونقول له ان ارضك برضو على وفق ما سمعت من الاخوه الساده المسؤولين في هذا الامر يبقى في اشراف مجاني على الارض بتاعته وعلى المزروعات بتاعته عشان كلنا ننهض بمصر. المزرعة دخلت باهم عنصر في الزراعه هو التقاوي، والتقاوي دي بس العيب كبير قوي للفلاح على اساس ان هو كان بيجي احيانا ما يلاقيش تقاوي في المخازن، بيبقى يروح يعين المشتركات او يروح للمحلات ما يلاقيش، ممكن تنصب عليه. انتوا وفرتوا اكبر قدر واكبر عنصر لانتاج المحصول، انتاج القمح. هو ايه؟ عبوه القمح. عبوه القمح لما وفر نص الثمن للفلاح هو بياخدها النص الثاني ده بيوجهه لاي خدمات، سواء يخدم الغير بقى المساحه اللي زرعها، يجيب مبيدات، يجيب اسمده، يجيب حاجات، يجيب بتاع، يعني خفيه فكيته عنه عبء كبير قوي كان بيمثله وكان بيشكو من نفسه ومع بيته ومع عياله، وانا معيش وانا مش هزرع وانا مش هجيب وانا وانا وانا. دخلته في الاهم عنصر هو ايه؟ التقاوي. احنا اللي شاركناه ان احنا الهيئه تبع الارشاد الجماعه اللي هم في الارشاد قالوا لنا ان فيه تقاوي بيجيبوها تبع الهيئه الانجليه، فخدنا التقاوي وما شاء الله زرع حلو يعني. دعم الارشادي طبعا نزل مهندس الارشاد عشان يرشد المزارعين كيفيه الزراعه ومواعيد الزراعه وطبعا الرش والتسميد وكل شيء عن القمح ومقاومة الآفات ومقاومة الايه الحشائش وعن الأصناف اللي هي مبكرة والأصناف اللي هي متأخرة، الأصناف اللي هي بتزرع في كل محافظة اللي تليق في كل محافظة بالأراضي بها. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ندوة توعوية لعدد من مزارعي قرية قطيفة مباشر بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية للمرحلة الثانية. يأتي ذلك ضمن مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف للحديث عن المعاملات الأولية لمحصول القمح والنهوض به. وناقشت الندوة أهمية مبادرة إزرع وعن المعاملات الأولية لمحصول القمح من خلال لقاء مع المزارعين للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة بتوزيع تقاوي القمح بنصف الثمن. المبادرة بتوفر تقاوي للمزارع بنص الثمن. المبادرة في الفترة ديت وفرت حوالي تقاوي ل 20,000 فدان تم زراعتهم في المحافظة الشرقية. المبادرة على مستوى الجمهورية في 16 محافظة في صدد ان هي تبقى تدخل في حوالي مليون فدان، زراعة مليون فدان على مستوى الجمهورية. مبادرة ازرع في مرحلتها الثانية اللي بتضم 16 محافظة للوصول لمساحة مليون فدان لخدمة 500,000 من أهالينا المزارعين. موجودين النهاردة انتهت المرحلة الأولى من توزيع التقاوي وبنصف التكلفة. استفدنا من المبادرة ان احنا خدنا القمح بنص سعر وبيتابعونا طبعا، الزراعة بتتابعنا، وكان النهاردة الأستاذ ريمون معانا والناس كلها كانت موجودة بيسألوا أي استفسار على أي حاجة. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا لك هبة حسين، شكرا أميرة العقدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة، أخبار المال والأعمال في هذه النشرة. أكد البنك المركزي تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر يناير الماضي إلى 29% من 34.2% في ديسمبر من العام الماضي. وأكد البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر حتى 2.2% في يناير 2024 مقابل معدل شهر
بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق. يأتي ذلك فيما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.6% في يناير في العام الجاري، مقابل معدل بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.4% في ديسمبر من 2023. تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات. وجه وزير التنمية المحلية هشام أمن المحافظين باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التقرير أشار إلى إضافة 902 منفذ جديد للمبادرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تمت إقامتها على أرض المحافظات 7126 معرضا ومنفذا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. أوضح التقرير أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء وصل إلى 6308 من الحملات، أسفرت عن تحرير 13107 من المحاضر المخالفة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا عن مؤشرات الطلب العالمي على الفحم وسط توقعات بانخفاض هذا الطلب بحلول عام 2026. أضاف التقرير أن الطلب العالمي على الفحم شهد ارتفاعا بنسبة 1.4% في العام الماضي ليتجاوز 8.5 مليار طن للمرة الأولى بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية. الأسواق المال العالمية، حيث أنت البورصة أو أن أسواق البورصة المصرية تعاملت جلسة اليوم في نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، بينما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه. وفي هذا الإطار ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح 32 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1 تريليون جنيه. أما بالنسبة لمؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 1.8% ليصل ويحقق ما قيمته 28411 نقطة، كما صعد المؤشر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان صعد بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة. في هذا الإطار أيضا زاد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان، زاد بما نسبته 1.78% ليغلق ويحقق مستوى 9679 نقطة. من أسواق البورصة والمال إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط والانخفاض غير المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية. في هذا الإطار صعدت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 81 سنتا للبرميل، أي بما يعادل 1.2% ليصل إلى 80 دولار وسنتان للبرميل الواحد. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفعت بنسبة 72 سنتا أو ما يعادل 97% ليصل إلى 74.58 دولار للبرميل. هذا وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 8% لتصل إلى 2.76 دولار للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 1.2% لتسجل 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلنت شركة ميرسك للشحن أنها تتوقع أرباحاً أقل بكثير من مستوى العام الماضي خلال العام الحالي، وذلك بسبب الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر. قالت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ما بين مليار دولار وستة مليارات دولار في هذا العام، مقارنة بنحو 9.6 مليار دولار حققتها في العام الماضي. قالت ميرسك في بيان لها، قالت إنه لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه الجاري الآن. سجلت الصين تراجعاً في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8% خلال يناير الماضي في أسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عام، بينما يشير انخفاض الأسعار إلى أن المنتجات أقل ثمناً، إلا أن الأمر يمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد بشكله الكلي في حال لجوء المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاض أكبر في الأسعار. هذا وسيفاقم هذا التراجع من الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهد لإنعاش الاقتصاد الصيني. أعلن رئيس البنك المركزي التركي الجديد فاتح كرهان، أعلن أن السياسات المالية الصارمة للسيطرة على التضخم ستستمر بتصميم، وتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى 14% في حلول نهاية العام القادم 2025. يذكر أن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 2.5 نقطة مئوية أخرى في يناير الماضي للمضي قدما في سلسلة زيادات تهدف لمكافحة التضخم. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع سعر الفائدة القياسي إلى 45%، وهو الارتفاع الثامن لأسعار الفائدة منذ تخلت تركيا عن سياساتها الاقتصادية غير التقليدية، والتي يقول خبراء اقتصاديون أنها ساعدت على إثارة أزمة العملة. صوت مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، ذكرت أن المجلس الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم صوت على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول، بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع كاركومانج السياحي. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع هبة وأميرة. أشكرك مصطفى. انهيار أرضي في جنوب الفلبين إلى وفاة 7 قرويين على الأقل وفقدان 48 آخرين من بينهم عمال مناجم كانوا ينتظرون في حافلتين للعودة إلى منازلهم. وتمكنت قوات الجيش والشرطة والمتطوعون من إنقاذ 31 من السكان الذين أصيبوا عندما ضرب الانهيار الأرضي قرية مسارة الجبلية في مقاطعة دافو دي أورو، بينما تم نقل أكثر من 750 أسرة إلى مراكز الإخلاء. والآن نتحول إلى أخبار الرياضة بمنافستها المختلفة. عودة مرة أخرى إليك مصطفى. شكرا أميرة وشكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثانية، نستعرض فيها عالم الساحرة المستديرة وكرة القدم محليا وعالميا. حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر أمر موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات، والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة. سيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 من فبراير الجاري بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجيت، بينما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 من فبراير الجاري
والأول من مارس القادم بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد. يذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قد أقام أول نسخة في كأس سوبر الكرة الطائرة العام الماضي، وتوج الأهلي بلقبي الرجال والسيدات. نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي صورة له من المران الصباحي أثناء تأديته للبرنامج التأهيلي الخاص به والذي يؤديه في ناديه الإنجليزي منذ إصابته الأخيرة في مباراة غانا بكأس أمم إفريقيا والمقامة حاليا في كوديفوار. لم يعلن النادي حتى الآن عن موقف الإصابة أو موعد عودة نجم ليفربول الإنجليزي، وقد أعلن تطبيق الدوري الإنجليزي عن موعد مبدئي لعودة النجم المصري صلاح على أن يكون يوم 17 من فبراير الجاري. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا التعديلات الجديدة على شكل ونظام دوري أبطال أوروبا بداية من نسخة العام القادم، وكذلك التغييرات على الدوري الأوروبي. وكشف يويفا عن إلغاء نظام المجموعات في دوري أبطال أوروبا. كان هذا مشاهدينا الكرام كل ما لدينا حتى هذه اللحظة من أخبار رياضية. أعود من جديد لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع هبة وأميرة. شكرا لك. ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا اليوم بعد أقل من شهرين من ثوران سابق في المنطقة أدى إلى إخلاء بلدة جريندافيك الساحلية، ويعد هذا هو الثوران الثالث منذ ديسمبر لنظام بركاني في شبه جزيرة ريكيانيسا التي تضم مطار كيفياكا الرئيسي في أيسلندا، وتقع أيضا فوق منطقة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، وتشهد ثورانا بركانيا كل 4 أو 5 سنوات في المتوسط. كان الثوران الأكثر تدميرا في الآونة الأخيرة هو ثوران بركاني منذ عام 2010 والذي قذف سحبا ضخمة من الرماد إلى الغلاف الجوي وأدى إلى إغلاق المجال الجوي على نطاق واسع فوق أوروبا. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة، مصطفى مزار في وقفة أخيرة. إليك مصطفى. من جديد شكرا لك هبة وشكرا أميرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 22 درجة والصغرى 12 درجة والجو فيها يميل إلى البرودة. في الأسكندرية 20 درجة والصغرى 10 درجات أيضا الجو فيها يميل إلى البرودة، وفي مطروح 21-10 كذلك يميل للبرودة، وفي بورسعيد 20-13 الجو فيها يميل للبرودة، في الإسماعيلية 22-9 الجو فيها يميل أيضا إلى البرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة والصغرى 10 درجات والجو فيها أيضا يميل إلى البرودة، في العريش 21-9 معتدل، وفي طابة 21-12 الجو يميل للبرودة، في شرم الشيخ 26-14 مائل للبرودة، وفي الغردقة 26-14 والجو فيها
معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة 27 درجة والصغرى 9 درجات والجو هناك يميل إلى البرودة. في أسوان 28-11 والجو مائل للبرودة. في الوادي الجديد 26-7 مائل للبرودة. في شلاتين 26-16 معتدل. وأخيرا في حلايب 25-17 والجو يميل إلى الاعتدال. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم في نشرتنا. أثناء اعتراض مجموعة من النشطاء لموكب الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراضا على التفاعل مع القضية الفلسطينية. نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الحكومة تعلن البدء الفوري في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية. برعاية مصرية قطرية القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين أبرز محاور المناقشات. المدعي العام للجنائية الدولية يبدي قلقه إزاء المشاهد الواردة من غزة، والأمم المتحدة تعتبر تدمير إسرائيل مبان لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب. انتهت نشرة التاسعة ولا يتبقى سوى تقديم برنامج التاسعة مع شفكي المنيري. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا هبة. مساء الخير يا أميرة. حلقة يوم الخميس احنا بننتظرها وبنستنى فيها ايه الجديد؟ اكيد، وانا بنتظر برضو لما تكونوا معايا، ببقى سعيدة جدا لما تكونوا معايا، ويعني ان شاء الله بنحاول على الاقل يوم الخميس، ببقى حاسة ان الناس شوية عايزة تلتقط الانفاس. خدي بالك الناس بتحب اي شوية اخبار ايجابية، وكل ما اديتي الناس طاقة ايجابية كل برضو ما الناس يعني ايه تعاملت مع الحياة بشكل الطف. يعني بالفعل هو كان أسبوع حافل بالأحداث نقدر نقول، صحيح. بس الحمد لله امبارح كان في أخبار إيجابية جدا على الشارع المصري، وكان ليها أصداء رائعة،
فنقدر نقول ان احنا بنستقبل نهايه اسبوع جيده بشكل كبير الحمد لله. اكيد، وانا متاكده يا هبه لما بيبقى عندكم اخبار ايجابيه شويه في النشره، النشره صعبه برضو بتدي كده. لا، واحنا تعودنا على اللمحه الفنيه يوم الخميس. ايوه، انا من الاخر بقى، احنا مستنيينك النهارده ومع مشاهدينك، وكل التوفيق ليك يا شباب. اشكركم، اشكرك يا هبه، اشكرك يا اميره، ولكل صناع نشره التاسع شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نبدا معكم الان، اسمحوا لنا برنامج التاسعه، تفضلوا. We'll be right back.